طيب في الفيديو ده احنا هنشرح ازاي نكون الجوجل فورم. تمام، مبدئيا احنا بنيجي على بتاع جوجل كروم، بعدين نكتب هنا جوجل. تمام، بعدين نكتب هنا في الشريط البحث ده انشاء جوجل فورم. تمام، اختار اول اختيار عادي خالص، وباجي عند أول اختيار وبروح مختارة هنا الانتقال إلى نماذج جوجل. بعد كده بختار مستند جديد أو مستند فارغ. تمام، طبعا بختار العنوان مثلا أقول إن هو امتحان، لو هو امتحان فبكتب امتحان واحد، وباجي هنا أقول امتحان مثلا دورة أو امتحان كمبيوتر. اوكي، طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين مثلا نسأل سؤال مثلا، يعني ما عنديش خلفية طبعا ايه السؤال يعني ممكن أسأله، بس مثلا ممكن أقول ما عدد مستويات دورة الكمبيوتر حتى الآن؟ يعني افرض مثلا ان هما 3، خلاص بقى تكتب لي هنا، اكتب لك واحد وتقول وديك خيار تاني واكتب هنا 2، وديك خيار تالت، سوري احنا هنا اكتب 2 بعدين هكتب 3. اوكي، طبعا دي الـ يعني ده سؤال. نلاحظ ان الطبيعي هنا يقول لي اختيار متعدد. طب لو انا مثلا عايزة حاجة تانية، انا ممكن مثلا ابقى عايزه رقم الطالب واسم الطالب، فممكن واحده واحده بس. افرض مثلا ده السؤال، لو انا عايزه السؤال ده يبقى لازم الطالب يجاوبه فاكتب كلمه مطلوب. تمام، طيب ماشي. لو عايزه اضيف سؤال تاني بتك على إضافة هنا، وطبعا أنا ممكن أجيب السؤال ده وأحطه هو الأولاني برضو، عاد بشد كده بس كده وأكتب هنا مثلا الاسم رباعي، يعني أكتب الاسم رباعي بالعربي. هو طبعا الاسم مش اختيار متعدد، الاسم أختار إجابة قصيرة. تمام، وبكتب هنا الطالب المفروض في الآخر يكتب اسمه يعني، وده بقول له ان هو مطلوب. طب انت عايزه الاسم ده يكون ارقام ولا حروف ولا كذا؟ الطبيعي انه يدخل حروف. طب انا عايزه ما يدخلش ارقام خالص، اروح جاي هنا وقايله له التحقق من صحه الرد، يعني انا عايز الحاجه دي ما تبقاش رقم، انا عايزها تكون نص بس كده. تمام، ده الاسم رباعي. لو مثلا لو فرضنا مثلا انا عايزه اضيف مثلا رقم الطالب، لو الطالب ليه رقم معين، البطاقة بقى أي حاجة، أو ليه، لو ليه رقم طبعا في المكان بتاعه زي الأي دي مثلا، أو حتى لو الرقم القومي بكتب، طبعا لو أنا عايزة رقم قومي بكتب كلمة الرقم القومي، وعايزة إن الإجابة طبعا لازم يدخل الرقم القومي بتاعه، أو لازم يدخل رقمه في المدرسة أو رقمه في الكلية أو whatever، بكتب رقم الطالب وبقول انه مطلوب ان لازم يدخل الحاجات دي. طب انا عايزه الاجابه دي تبقى رقم، بقول التحقق من صحه مش عارف ايه، واقول رقم. الرقم ده انت عارف دايما ان هو بيكون اكبر من كام او اقل من كام، طبعا هو ممكن اقول ما بين كذا وكذا، يعني بين الواحد والميجي، انا عارفه ان انا ما ينفعش يجي لي حاجه دي. بكتب هنا ايه؟ بكتب ان لو الطالب دخل 200 عايزاه يعرف ان المشكله فين، بقول له ادخل رقم بين 1 و200، 1 و100. تمام، يبقى انا كده كتبت الحاجه اللي انا عايزاها، واخترت ان هي تبقى اجابه قصيره لان انا عايزاها مش اختيار متعدد ولا حاجه، وكتبت له ده انه لازم يكون رقم من خلال التكيت هنا، وقلت التحقق من صحه الرد. وبعد كده انت عايزه هو رقم وخلاص، ممكن انت عايزاه بس اهم حاجه يبقى رقم، ايه هو مش مهم. لو انت عايزه تحطي حاجات لها علاقه بالرقم ان هو يكون اكبر من كذا اقل من كذا او اي تفصيله تختارها من هنا. تمام، بقول ان بين او اصغر من او يساوي او الحاجات دي،
وبختار الحاجة دي، الحتة دي بكتب فيها ايه المشكلة، ايه الرسالة اللي هتيجي للشخص لما هو يكتب الإجابة غلط. تمام، انا اقف على كده و طيب عايزة بقى أرسل أنا حاليا أعمل معاينة، معاينة يعني أبص الشخص هيبص على الحاجة دي هيلاقيها عاملة إزاي. أنا كونت الامتحان، طلع إن هو مكتوب كده الامتحان عنوانه امتحان، مش اسمه امتحان واحد، مش اسمه امتحان عربي أو حاجة، ممكن أغير الواحد دي وأخليها امتحان عربي. وهنا بقول الاسم رباعي واسم الطالب او رقم الطالب وميعاد مستويات الكمبيوتر المفروض تختار ايه، 2 او 3. اوكي، وبعدين الشخص بيتك على ارسال، بتجي لنا بقى، بتيجي للشخص اللي عمل الفورم او اللي عمل الحاجه دي، بتجي له الرد. تمام، انا عملت كده ارسال، طبعا هو طبعا عايز، لان انا قايله كل حاجه مطلوبه، مثلا احمد، انا طبعا قلت ان هو يكون كاتبه رباعي بس انا ما حددتش طول، فقلت له اسم بس، مثلا 1، وهنا عدد المستويات 3، وارسال. تمام، انا طالب مني ان انا ابعت الايميل بتاعي وانا في الرد برضو، بقول له اوكي او بوافق على حاجه زي كده. تمام، بقول هنا قد تم تسجيل ردك. اوكي، في فرصه ان انت تختار ترسل رد اخر. طيب الفكرة بقى هنا دلوقتي ان انا عملت الامتحان وعملت معاينة، ظهر لي هنا في الردود ايه، ان في حد رد، واحد اسمه، حد اسمه إلهام، والاسم الرباعي بتاعه طبعا انا حطه على سبيل المثال احمد، والرقم الطالب بتاعه 1، وميعاد مستويات مش عارف ايه، اختار 100%، كان مختار اللون البرتقالي اللي هو الـ3. طيب عايز اشوف الرد ده في اكسل فايل، على اساس طبعا ان ممكن يبقى اكتر من حد، ممكن يكون عندي 100 او 200 حد رد، فانا عايز اشوف كل ال 100 وال 200 دول في اكسل فايل. فانا طبعا بما ان انا بعت رد واحد، فيجي لي ان انت في الساعه كذا وقت كذا في تاريخ كذا، يعني في الساعه كذا، الشخص اللي بالايميل ده بالاسم ده وبالرقم ده بعت الاجابه دي. تمام، ده ال ال دي ملف الردود بنجيبها من هنا. اوكي، طيب لو انا بقى عايزه ابعت اللينك، ابعت الفورم دي اسمح لناس كتيره جدا انها تشوفها، انا دلوقتي مش مسموح لرد غير رد واحد بس، او ان شخص واحد دلوقتي عشان انا قاعده على الجهاز ده بس، لكن لو انا عايزه الامتحان ده كل الناس اللي انا عارفاها او ناس كتيره تبعت، فبعمل كده، بعمل ارسال واروح جايه متكيه على الرابط ده، واعمل تقصير الرابط، واخد واعمل نسخ للرابط ده. تمام، وتبعت انت بقى الرابط ده لاي حد انت تعرفه، تبعته له على الواتس، تبعته له على الفيس، تبعته له على الايميل، على اللي انت عايزه. انت كده خدت رابط الايه، الفورم. انا ممكن طبعا احط الرابط ده هنا في الايميل، هيفتح لي الفورم على طول، يعني اي حد خد اللينك ده هيفتح الفورم دي على طول. اوكي، بفرض طبعا ان الفورم دي انا فاتحاها للناس كلها. طيب دي حاجه اللي هو الاسئله وكده. في حاجه من ضمن الاعدادات، من ضمن الاعدادات المهمه، الردود. هل انت بتسمح لاي حد اي ايميل في الدنيا يبعت لك؟ فانت تقول اه. هل تقييد لنطاق معين؟ تقول لا. لو انا كنت اخترت كده يبقى انا ايه، اه انا كده بقول ايه، ان لا انا عايزه اي ايميل في الدنيا، مش لازم جيميل، مش لازم ياهو، مش لازم حاجه معينه، لا اي ايميل. فدي بس ايه، بكتبها علشان اي رد يبقى، يعني اي حد من اي مكان بيبعت لي عادي. تمام، طيب الفورم دي، الامتحان ده يبدأ مفتوح لامتى؟ الطبيعي ان الواحد بيروح يمتحن عربي والامتحان بيبقى مدته ساعة، وبعد الساعة الورقة بتتسحب منه. طب هنا على النت الورقة تسحب مني امتى؟ انا لازم اعمل وقت، فبتك على اللينك ده اللي هي الحتة دي كده، دي اسمها اضافة او اضافات، وبقول ان انا عايز اسيت تايم، او عايز ان انا احط وقت للايه، للفورم. تمام، المفروض طبعا يجي لي هنا الاختيارات، هل انت عايز تحط وقت للفورم
بناء على الوقت ولا بناء على number of responses. يعني انت مثلا، انا لو حد، لو انا رد لي 100 شخص كفايه كده، مش عايز استقبل الردود تاني. ولا لو انت عايز وقت معين، طبعا عشان احنا امتحاننا هنختار ايه، date and time. بس في بعض الاحيان بختار ال number of responses، يعني اعداد ردود معينه. لو انت عايز تحدد وقت، بتحتاج تحدد الديت. افرض مثلا النهارده 18، خليها مثلا انا عايزاه يتقفل عند يوم 19. طب الساعة كام؟ الساعة مثلا 11 55، بس بي ام بالليل. اوكي، واقول له 6 كده. احنا النهارده 8، النهارده 18، هو هيقفل يوم 19 الساعة 11 و55 دقيقة مساء. اوكي، دي كده ازاي بحدد وقت للفورم. اللينك ده لو مع اي حد وهيبدا يدخل في اي وقت. بس الفكره ان هو بعد الوقت ده مش هيبقى الفورم، هيبقى معاه اللينك بس لما يجي يحطه على جوجل، في الجوجل مش هيظهر له. تمام، ده يبقى عرفنا ازاي بكون اسئله من نوع مثلا اختيار متردد، اختيار متعدد او اجابه قصيره، وازاي ابعت اللينك ده للناس، وازاي احدد وقت معين. تمام، طبعا لو انت اللي شغال على الفورم دي لوحدك، مش شرط، ممكن يبقى عندك المدرسه او في الكليه او وات ايفر، بيبقى اكتر من حد شغالين مع بعض. فلو انت عايز تخلي الفورم دي انت اللي كونتها، بس عايز اكتر من حد يبص عليها ويشوف يتابع الردود وكده، فممكن اعمل حاجه اسمها اضافه متعاونين. اضافه متعاونين يعني عايز حد ايه، مش ده مش ده مش طالب، ده حد زي يعني زيه زي المدرس، او زيه زي الدكتور، او زيه زي المعيد وهكذا. فبكتب هنا الايميل اللي انا عايزاه، مثلا احمد، مثلا في احمد علاء، ممكن في اسماء وات ايفر يعني، واختار الايه الايميل اللي انا عايزاه، وبعدين اتكه ارسال. اوكي، ده لو انا عايزه اعمل اعمل اضافه متعاونين. بس دي كانت معظم الحاجات الشائعه في الجوجل فورم. وطبعا في هنا ممكن اختار اكتر من حاجه، يعني انا ممكن اختار هنا، ده لما باجي اضيف سؤال، طبعا بتك هنا واختار بقى نوع السؤال اللي انا عايزه. يعني ممكن اختار منه ان هو يعمل تحميل ملف، يعني هو السؤال يبقى سؤال حاجة معينة، والإجابة بتاعته يبقى يعمل تحميل ملف. هو عشان يعمل تحميل ملف ده هيضطر إن هو يابلود إيه، حاجة من عنده. بس ده مبدئيا شكل الفورم، الجوجل فورم بكل بساطة، إزاي أكونها وإزاي أبعتها وإزاي أضيف متعاونين وإزاي أتشيك الردود بتاعتي، وإزاي برضو أحدد وقت معين للفورم. شكرا.